زين خلا الحين نسوي ريلوكيت. زين خلا نعرف شنو مفترض يصير في هالميثود. private void relocate private method to expand the array by locating a new array of double the previous capacity called if the list becomes full. زين فهاي الوصف ماله. ملاحظين شغله ان private. زين هالميثود بيكون private لان ليش؟ ما نبي احد من المين يستدعي، تمام؟ ان فقط add method يستدعي من نفسه في حال احتاجه، اما ما نبي احد يستدعي لان ممكن احد يقدر يستغل هالشيء ويشغله يشغله يشغله. زين ويصير expand expand الى ما يسوي لنا crash في الميموري. زين يعني فيها خطورة الأشياء اللي تتعلق في الميموري دايركت في العادة يعني يحاسبون عليها إن ما حد يقدر يستغلها. فمثلا أحد الطرق إن يحطونها private. زين في طريقة بعد براويكم بعدين إن شنو الكومبايلر ساعات ما يشغل البرنامج. زين يسمونها warning. فبراويكم ساعات تشوفون أكواد مثل هالطريقة. خلاص لا مو هني في الكلاس تشوفون اكواد بهالطريقة. تشوفون هني كود warning. زين فهاي بعدين بنتكلم عنه اذا خلصنا الكلاس. بقول لكم هاي شنو معناته في حال شفتوه في كتاب او دي او طلع لكم في الكومبايلر او ما اشتغل الكومبايلر مالكم. زين تقدرون تستخدمون هاي وبيحل لكم المشكلة. زين خلينا نرجع الحين حق الريلوكيت. بيكون private مثل ما قلنا عشان ما حد يقدر يستدعيه. زين بيكون void لأن شنو ما أقدر أرجع شيء. زين ما بنستلم شيء في القوس. زين في طريقتين نقدر نكتب الكود، نقدر نكتبه مانيوال ونقدر نكتبه باستخدام ميثود ثاني. خل اول شيء نكتبه مانيوال. زين عشان بس يعني الفكره، ولكن غالبا في الامتحانات والهاي ما يعني ريلوكيت ما يقول لك اكتبه، يقول لك استخدم ريلوكيت وخلاص. زين فخلّى علشان نكتبه نفهم الطريقة مالته. زين مثل ما شفنا مساعة من الإكسباند اللي يصيد الأري عن طريق شنو؟ إن الديتا مثل ما شفنا مساعة إن الأري إذا وصل فل. زين لهني فشنو يصير؟ بيسوي له أري من دبل سايز وبينقل الديتا. زين علشان نسوي هاي الخطوة بسهولة بنحتاج شنو؟ فور لوب. زين فشنو بنقول؟ لأ أول شيء الكاباسيتي من غيره، بنقول له كاباسيتي. زين إيكوال كاباسيتي ضرب 2. زين لأن ليش نبغيه يكون دبل. شغلة ثانية، زين بنعرف لنا داتا جديدة، نقول له the data. مثلا خلى الحين نغير الاسم شوي، بيكون نوعيته e و array نفس the data اللي عندنا. زين ولكن مثلا خلى نسميه the data temp and temporary. زين بعدين بني شو نسوي؟ نحط باللوب كل ال data دلين في ال array. في شغلة هني ما كملناها، لازم نكمل الأري كامل نفس اللي كتبناه فوق. بنقول له new object لأن احنا نبغيها يكون من نوعية E. إذا ونخلي الكاباسيتي الجديدة لأن شنو؟ لأن هالسطر صار تحت فصار كاباسيتي الجديدة. ونسوي له casting، تمام. بعدين نقول له for integer
i equal 0 انك من البداية i less than the data. خلنا نحط size، انه ليش ما نبي يروح لاخر شيء مدام مدام السايز موجود ما يحتاج نروح لاخر شيء، برغم اوريدي لاخر شيء اوريدي هو فول فنفس الشيء، لكن خلينا نتعود ان نستخدم السايز احسن يعني. بعدين اي بلس بلس. زين هنا شنو بيصير؟ نفس طريقة الاد ولكن الحين بنغير. شنو اللي بيتغير؟ بيتغير اسامي الاري. الاري اللي بيكون فيه الداتا اللي بنبي نحط فيها الداتا بيكون temp. فشو نقول له؟ نقول له هني i. زين equal the data، نبي ناخذ الداتا من الاري الاولي مالنا، وهني بعد i لان نبيهم يكونون نفس الشيء بالضبط. semicolon يوم يخلص هاي الاري كامل. زين شو نسوي؟ نقول the data يساوي the تم data وخلص الموضوع. إذا هاي هو ال array. خلينا نجرب نفسنا، خلينا نشوفه على المين في حالة إن سوينا له add، هل بيتم بيصير أوكي بيشتغل؟ ولكن قبل ما نروح بنشيل الكوما عند لين المثودات. تمام، والحين بنشغلهم بنشوفهم. بنصغر السايز عشان نحط ديتا أقل، خلنا نحط 2 وبنحط بس دوت اد مثلا، نقول الو لست دوت اد. خلنا نكرر لان اوريدي ما نقدر نشوف الداتا حاليا، فخلنا نكرر بس نكرر عشان نشوف ان هل بيشتغل ريلوكيت مالنا. مفترض عقب هاي شنو؟ يا ايرور يا انه يشتغل. تمام، ثلاثة مفترض الحين السايز مثل ما شفنا ما طلع لنا ايرور، فالظاهر ان الكود مالنا شغال حتى السايز. حتى السايز مفترض يكون شنو؟ يكون ثلاثة. تمام، خلينا نشوف هني، هني نحط هل هو كان فول في الحالة. إذا أعطونا ترو ترو كان فول. إذن خلينا نشوف الحين هل هو فول مرة ثانية عقب ما ضفنا هالإليمنت. شوف الحين، الحين مو فول. زين لان ليش؟ صار له اكسباند، صار له دبل. زين لو نحط اربعة بعد واحدة هني فبيعطينا فول، ولكن انا صراحة هالطريقة ما انصح، هاي بيسك. زين في طريقة اسهل من مكان نكتب كل هاي ونعور راسنا. زين نمسح هاي كامل. زين عندنا capacity، هذا capacity بس اللي نحتاجه. نكتب the data equal، بنستخدم class اسمه array. زين array capital بس array، اعتقد arrays بالاس. خلينا نشوف الحين ايه هذا array. زين في ميثود عندنا نقدر نستخدمه اسمه copy of، نحط the data أول شيء، الداتا اللي نبغيها وشنو فاصلة الكاباسيتي. زين وبيشتغل لنا بنفس الطريقة.
منتهى. هاي بيختصر لنا وايد نفس العملية، ولكن اختصر لنا وايد من مكان لوب وهاي وفيها تحسينات، وكل ما مثلا صار ابديت حق الجافا وخاصة حق هالملف اوتوماتيك كل شيء بصير له ابديت، فدائما حاولوا تستخدموا كلاسات. زين خلينا نشوف نفس الشغلة. زين انه هنا كان فول نفس الطريقة انه شغال نفس ما نفس ما مفترض يكون. زين خلصنا من ريلوكيت، خلنا الحين نروح حق الميثودات الباقية اللي عندنا. بنبتدي بالميثودات السهلة علشان اخر شيء نختمها بال ريموف والتو سترينج. زين فالحين احنا سوينا لنا داتا وريلوكيت وكل هاي، نحتاج نشوف الداتا مالنا ولا ست، نحتاج نسوي جيت وست. فالجيت مالتنا فالجيت مالتنا قبل ما نسوي الجيت نحتاج نسوي ميثود. زين هالميثود اللي هو index of اللي شفناه قبل في ال ريل ليست قبل. زين فشلون بنسوي index of؟ خلنا نروح حق الملف tutorial مالنا. قال لي index of، قال لي return the index of the first occurrence of the specific element object in this list, or minus one if the list does not contain the element. تمام؟ فإحنا بنستخدم الحين هالميثود علشان يطلع لنا ال object اللي نبغيه. إذن إحنا حاليا شلون بنستخدم ال object؟ شلون بنطلع ال object؟ هاي بيكون شنو؟ بيكون نفس طريقة ال السيرش اللي خذيناه من قبل. هاي بيكون طريقة السيرش، انا مثلا عندي ديتا ادور على الثلاثين. تمام؟ فعلشان ادور من وين ببتدي؟ ببتدي من العشرة. زين بخلي شنو اف ستيتمنت يتشيك هل الثلاثين تساوي العشرة؟ لا روح حق اللي عقبه، لا روح حق اللي عقبه. خلينا نحط هنا اكس. وقت اللي يوصل هنا يحصل، زين يحصل الداتا هني شنو؟ هني نقول له اوكي انت حصلت الداتا. زين فبهالحالة فهني 30 زين بيطلع، ولكن شنو احنا نحتاج بعد يكون عندنا كاونتر يحسب أول مرة لا، ثاني مرة لا، ثالث مرة أوكي اشتغل. تمام؟ فعلشان نسوي كل هاي نحتاج فور لوب طبعا. زين وغير ذي نحط في بالنا إنه إذا خلص الفور لوب كامل لهني وما حصل الديتا مفترض شنو يعطيني؟ ماينس واحد. يعني نقدر نستنتج من هالكلام انه بنسوي الميثود بهالطريقة، نقول له public بيرجع لي انتجر، لانه قال لي في حالة الخطأ يعطيني minus one وفي حالة حصل الداتا بيعطيني الاندكس، فبيكون انتجر نوعه ارقام، فبنسميه index of. زين اهم شيء يستلم عنده object. زين خلنا نشوف هني في السؤال شنو سموه، سموه object. زين object هني قصدهم بمعنى شيء، يعني خلنا نقول data عشان ما يصدقوا خربطة. زين فشنو بنقول له؟ بنقول له أول شيء integer index، بنعرف شيء index by default نخلي شنو؟ minus one. ليش؟ في حال ان ما حصل الشيء هاي اللي يصير لنا الريتيرن في النهاية. تمام؟ فهني ريتيرن اندكس.
زين في حال ما حصل بيرجع له نهاية، ولكن في حال حصل لازم يصير له أبديت. فشنو بنقول له؟ بنقول له فور، زين فور، بنبتدي من البداية إلى السايز، زين انتجر اي زيرو اي less than size، زين علشان ما يروح لآخر ال array، بس less size كفاية. اي بلس بلس، زين شنو بنقول له؟ بنقول له اف. شوفوا الحين احنا قاعد نتعامل مع انواع اي، زين ما قاعد نتعامل ويا انتجر ولا هاي. فشنو لازم نستخدم في الاف؟ براولكم. فبنستخدم هني بنقول له the data نقول له the data، زين بنحط الاندكس 1، زين ما نقدر نخليه يساوي يساوي، فشنو بنحط؟ بنحط dot equals. باي لكم هاي من وين هي؟ هاي في مكان يمنا، زين وبنخلي هنا شنو الداتا اللي نبي نشيكها، زين في حال حصل شنو بيصير؟ نقدر الكود نكتبه بكذا طريقة، ولكن أسهل شيء على فكرة هني مفترض نحط قوس بريسي للإف لأنه صار أكثر من صفر، زين. ففي حال حصل الداتا مفترض شنو يصير؟ نقدر نكتبها بطريقتين، بكتبها بطريقة عادية وبكتبها باختصار. نقول له index equal i semicolon breaks، زين عشان يطلع من الفور سيدا يروح ريتيرن ويتغير الهاي، يتغير الاندكس ويطلع لي. هاي طريقة، زين إذا أبي أختصر كل هالكود أقدر أختصره بطريقة أسهل وأقول له return i وبس، لأن return مفترض ما يكون شيء عقبه، خلاص هو يسكر لي الميثود يعطيني الأوتبوت وخلاص يروح. إذن هاي الـ equals لأن قاعد أتعامل مع أنواع e فبحتاج equals، هاي الـ equals يا لنا من وين؟ من class object مثل ما تشوفون هني، إذن يا لنا من class object يتقارن، أي شيء مقارنش له يتقارن بينه وبين الـ بين الـ object، تمام؟ لأن الـ data مالتنا نوعيتها object فنقدر نستخدم هالـ method مالها. وهاي نسبة حق method index of، خلصنا منها. الحين خلنا نسوي method ثاني اسمه contains، زين فبنروح على contains اعتقد فوق يمكن اي contains، زين شنو قال لي هني؟ قال لي check whether the given object obj سما obj is present in the list، زين موجود في list، if it is there then return true else it return false، إذن في حال إنه موجود نعطي return true، في حال مو موجود نعطي return false، من كذي بيكون object، يعني تقريبا على صيغة السؤال موجود لا موجود إيه كذي. فخلينا نكتب هالميثود، هالميثود أعتقد أنتم فهمتوا الفكرة الحين إنه شلون تسوون search، نفس طريقة الindex of بالضبط نفس الشيء، ولكن شنو الشيء اللي بيتغير؟ بيتغير الريتيرن ماله ما بيكون ارقام، بيكون ترو اور فولس. فبنكتب public boolean semi contain او contains، زين انا عشان ما اخربطكم بخلي اي داتا، وشنو بنخلي هني؟ بنخلي باي ديفولت يعطينا شنو ريتيرن فولس، ما حصل
مره على اللود. زين وبنخلي في الفور، زين سيده فور الحين بنخلي انتجر اي equal 0 i plus than size i plus plus. زين لان بنكتب كذا سطر فاحتاج بريسي، بنكتب هنا اق data dot equals، هاي قلنا خذيناه من class object equals مسامحة. نقدر نكتبها بكذا طريقة، هني أنا عكست لكن مو مشكلة، نقدر نكتبها بالعكس. زين فخلى مدام عكست فخلى نشوف إنه بالعكس شلون نقدر نكتبها بهالطريقة بعد. تمام، وآخر شيء شنو بنقول له، في حال حصل يقول لنا return true. زين خلينا نجرب هالمثلين بيناتهم في الديمو مالنا. وعلى فكرة مثل ما تشوفون هاي كلهم هلو، بتشيك أول واحدة، إذا حصلها خب خلاص. زين ما بتشيك الباقي، حتى نسبة حق الاندكس بتشيك أول واحدة. من علشان هالشغلة أنا شنو بسوي، بغير شوي زين. فالحين خلنا نشوف، نشوف الاندكس اوف والكونتين. خلنا نقول اول شيء اندكس اوف، هاي كلهم نحتاج نخليهم في سيستم دوت اوت لان انواعهم ريتيرن. فبنقول له ليست دوت اندكس اوف، مثلا خلنا نقول هلو. افترض يطلع لي 1، فخلينا نشغل البرنامج 1. خلي شوي بخربط في الاسم عشان بنشوف شنو بيعطيني، اعطاني ماينس 1 انه ما حصل هالشيء انا قاعد ادور عليه. زين فهاي نسبة حق اندكس. خلنا الحين نروح حق كونتين، كونتينز. زين خلينا الداتا، خلى اول مره من المفترض شنو يعطيني فولز، ما حصل. خلينا نراجع مثل ما كان، ترو. تمام فالمثلين اثنيناتهم يشتغلون عندي. زين مدام هالاثنين اشتغلوا، فخلينا نسوي لنا set وget